السلام عليكم الحدقات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ كنتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي احوال جيده. مرحبا بكم معي فيديو جديد اللي هو عباره عن فطائر تركيه اللي لذتهم وخفتهم لا تقاوم. كيجيو لذاذين وطريقتهم سهله وبسيطه، اكيد لا جربتوهم غادي ينال الاعجاب ديالكم وما غاديش تبقاو تستغناو عليهم. بلا ما نطول عليكم، بقاو معايا باش تعرفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. غادي نبداو بسم الله على بركه الله. في واحد القزعه غادي ندير 3 الكيسان ديال العنبه ديال الدقيق، ومن بعد نزيد عليهم كاس ديال الفينو ولا السميد الناعم، من بعد نزيد عليهم معلقه صغيره ديال الملحه وجوج معالق اللي ما يكونوش عامرين كبار ديال سكر سنيده. اللي بغات دير معلقه دير غير معلقه، ماشي مشكل. صافي، من بعد نزيد عليهم 3 المعالق كبار ديال الزيت، ومعلقة كبيرة ديال الخميرة ديال الخبز. صافي، من بعد غادي نجمع العجينة ديالي بالماء اللي يكون دافي، وغادي نبقى نضيف الماء بشوية بشوية حتى كتجمع ليا العجينة. بالنسبة للقياس ديال الماء فخدا مني 2 كيسان ديال الماء، دائما القياس ديال العنبة. حاولوا ان العجينه ما خاصهاش تكون خفيفه بزاف وما خاصهاش تكون ثقيله، وضيفوا الماء بشويه بشويه حتى كتجمع لكم العجينه، لان كل وحده والطريق ديالها واش كيتشرب دغيا ولا كيشد شويه الوقت. مهم حاولوا انكم ما تكونش خفيفه باش ما تعذبكمش وما تكونش قاصحه بزاف. صافي، كما كتشوفوا من بعد ما جمعت العجينه غادي ندلكها مزيان. حاولوا انكم تعطيوها واحد شويه ديال الوقت، واحد 5 دقائق دلكوها. كل ما دلكتوها كل ما كتحصلوا على نتيجه اللي هي مزيانه. صافي، من بعد غادي ندهن هاد البول هذا، غادي ندهنه بشويه ديال الزيت وغادي نحط فيه العجينه ونخليها تختمر ويتضاعف الحجم ديالها، خليها تختمر على خاطرها. صافي، هنا من بعد ما دازت ساعه ونص ديال الوقت كما كتشوفوا راه خمرات وخدات الوقت الكافي، غادي نحيد منها داك الهواء ونقطعها على قطع اللي يكونوا متساويين. صافي، هنا من بعد ما قطعتهم القطع اللي هما متوسطين نتوما والقياس اللي بغيتو، بغيتوهم كبار فديروهم كبار، بغيتوهم صغار ديروهم صغار. انا درتهم متوسطين، غادي نشكلهم كويرات ونخليهم على جنب. صافي، هنا كما كتشوفوا من بعد ما شكلتهم كويرات غادي نخليهم واحد شويه يرتاحوا باش من نجي نطلقهم دغيا يكونوا مرتاحين. صافي، هنا كندهن سطح العمل بهكا، كنرش سطح العمل شويه ديال الفينو ولا الدقيق اللي بغيتو، وكنبقى نقرصها بالدلاك. كما كتشوفوا انا راه كنديرهم رقاق. وغادي نبقى ناخذ داك الجنيبات ونقرصهم مع بعضياتهم بهذه الطريقه هذه، ما تخليهمش غلاط لانهم غادي يتنفخوا، خصوصا ملي ندخلو الفران غادي يتنفخوا باش ما يجيكمش غلاط. خليهم شويه رقاق، ما يكونوش رقاقين بزاف وما يكونوش غلاضين. كما كتشوفوا راه هذاك هو السمك ديالهم. صافي، هنا من بعد ما شكلت الخبيزه ديالي غادي نديرها فوق اللاطه اللي كنكون فرشه فيها بابي كويسون ولا دهناها بشويه ديال الزيت. غادي نبقى بهذه الطريقه حتى نكمل الخبيزات ديالي كاملين.
هادو هما الفطائر ديالي من بعد ما شكلتهم في اللاطه. غادي نقرصهم شويه غير بصبيعاتي كما كتشوفوا، وركزوا شويه على الجوانب لانهم هما شويه غلاض. هنا خديت الجبن، اما الجبن العادي ولا الجبن اللي كيتباع على برا اللي متوفر عندكم. صافي غادي ندهن الوجه كامل ديال دوك الخبيزات. من بعد غادي نزيد الزيتون كحل اللي حيدت له العظم. وهنا غادي نرش عليهم رشاشه ديال الزعتر. الزعتر كيجي بنين بزاف مع الجبن والزيتون. غير جربوا هذه الحشوه، هذه راه اكيد غادي تعجبكم. انا فضلتها هي على الحشوه الثانيه اللي غادي نوريكم من بعد. صافي من بعد نزيد عليهم جبن الموزاريلا، غادي نزيدو من الفوق. هنا راني كنكون مسخنه الفران لاعلى درجه. دائما هاد الفطائر ولا المخبوزات كيكونوا كيدخلوا الفران اللي يكون مسخن من قبل لاعلى درجه، من التحت ومن الفوق. صافي هنا هذيك الحشوه الثالثه درت صلصه ديال الطماطم، ومن بعد نزيد عليها الطون. وغادي نزيد عليها الجبن الموتزاريلا والفلافل اللي كيكونوا الوان قطعتهم رقاقين باش كيطيبوا دغيا، قطعوهم رقاق. ومن بعد نزيد عليهم الزيتون اللي تاهو كنكون محلي دارو العظم. صافي هنا من بعد ما غادي نشكل الفطائر ديالي كاملين، غادي ندخلهم الفران اللي كنكون مسخناه من قبل لاعلى درجه من التحت ومن الفوق. ملي كندخل لاطا كنقص عليه العافيه 180 وكنشعل عليه فقط من التحت حتى كيبان ليا تحمر شويه من التحت، عاد كنشعل عليهم من الفوق. غير كتبان لي داك الفلفله بدات كدبال وطابت والموزاري اللي بدات كتحمر. صافي وكنخرجهم من الفران. كما كتشوفوا راني حاطه على جنب هذوك الخبيزات كيخمروا. هذوك الخبيزات اللي بقاو ليا من العجينه قرصتهم شويه بالفينو ودرتهم يخمروا. غادي نشكل منهم بطيبيطات اللي هما صغار. هذا هو البطبوط ديالي من بعد ما خمروا. صافي كنبقى نخبزهم. كما كتشوفوا راه العجينه ناجحه 100% وكيجيهم منفوخين وطالعين. الا بغيتوا الطريقه ديال البطبوط ناجح 100% غادي نخليها لكم في صندوق الوصف. كيجي خاوي من الداخل، بامكانكم انكم تعمروا به المالح والحلو. فكيبقى هذا هو الشكل النهائي ديال الفطائر ديالي من بعد ما خرجتهم من الفران. ميمكنش حل ذات، خصوصا ديال الجبن والزيتون كيجيو لذادين كيما شفتوا. طريقتهم سهله ومبسطه، وحتى العجين ناجحه 100% ومتعدده الاستعمالات. من عجينه واحده خرجت منها بطبوط وفطائر. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وتجربوهم وتقدموا وليداتكم بالصحه والراحه. ما تنساونيش باللايكات والكومنتات ديالكم الزوينه اللي كتشجعني وكتزيد بيا القدام، وكتشجعني ايضا انني نكون متحمسه ونشارك معكم وصفات اللي هما جداد.
الا كنتي اول مره كتشوفي القناه ديالي فانضمي الينا الى عجبك الوصفات والمحتوى اللي كنقدم، الى حلقه مقبله مع وصفه جديده وفكره جديده ان شاء الله.